السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، الله يعطيكم الصحة والعافية. طبعا اليوم راح نبدأ مذاكرة مقرر التقنيات المتقدمة في أمن الشبكات للأستاذ علي العامر. طبعا جاي في البث حبيب، حياك الله حبيب. الله يحييك. الله يحفظك يا رب. وياي أيضا محمد، حياك الله محمد، مساك الله بالخير. الله يحييك يا عبد الله، الله شكرا. يعطيكم الصحة، الله يحفظكم. ذكرته او فتحته هذا المقرر ولا لسه؟ ما وياي وياي صح. فتحت مودول 2 تقريبا كله من العملي. يعني جدا راح يسهل علينا، بس مودول 1 شكله في معلومات زحمه. مودول 1 يقول حبيب في معلومات زحمه، بينما المودول 2 راح يكون سهلات معظمها عملي. يعني كله ذكرناه في النظر العملي. مودول 2 هو ترى 4-8 صفحه اكثر صور على فكره حبيب، كله بمودل واحد ولكن مجزأ الى قسمين. شابتر واحد مقسم الى اثنين. زين، خلونا نبدا ونقول بسم الله. حبيب عندك تعليق محمد قبل لا نبدا؟ والله ما فتحت يعني، لكن ابدا توكل على الله. يلا بسم الله. طيب، هني محتوى الفصل راح يكون عبارة عن مقدمة ومقدمة في الـ ASA، وأيضا تكوين إعدادات جدار الحماية ASA، وعندنا في الأخير ملخص. جميل. هني القسم 9.1 مقدمة في الـ ASA. زين، عند الانتهاء من هذا القسم سوف تكون قادرا على الأشياء التالية: مقارنة حلول الـ ASA بتقنيات جهاز جدار الحماية الموجود في الموجه، زين، الراوتينج فايروول، زين، كومبير ASA solutions to other routing firewall technologies، زين. ايضا راح تكون قادر على شرح عمل ASA 5505 الذي يحتوي على اعدادات افتراضية. explain ASA 5505 operation with the default configuration. زين، موضوع 9.1.1 حلول الـ ASA. جميل، هذه الموديلات الموجودة حق الـ ASA، زين، موديلات جدار الحماية ASA اللي هو الـ ASA Firewall Models. زين، هذه الموديلز الموجودة من هذا، ما أتوقع راح يجي على سؤال، صح يا شباب؟ يا شباب هذا حنحصل الثلاث سيسكون مكين. والله أنا أتوقع ذي المقرر فيه سيسكون. لا يا حبيب، أتوقع فيه، أتوقع فيه، بس زحمة أسئلة. أنا شفت 120 سؤال تقريبا، يعني فيه ضمنها أسئلة من الـ ASA، زود نمبر واحد. نسحب الأسئلة الموجودة على ASA على الأقل تكون ممكن. صح، فكرة ممتازة هذا يا محمد. حلو حبيبي، ممكن العامر يأخذ منها الأسئلة. زود نمبر رابط يا محمد، وخلنا نحاول نحن نذاكره. أو حبيبي ظنتي اللي قال الرابط، فان شاء الله راح احطه في وصف هذا الفيديو، وايضا راح يكون موجود في القناه. موديلات اجهزه الـ ASA للمكاتب والفروع الصغيره، عندنا هذه حق الفروع الصغيره والمكاتب، الـ ASA 5005 و6 اكس و5512. زين، هذه ما اتوقع بيجي عليها اسئله يا شباب، صح؟ ركز على واحد ده اللي هو 5505 اللي هو اللي راح ندرسه، لأن فيه عليه شرح بعدين. فنركز عليه لأن فيه بيجي شرح عليه لاحقا. يعني هو يعلمك بس المنافذ شنهي، وإنه يشتغل لايرتو أو شغلة، يعطيك معلومات خفيفة، يعني ما في شيء ثقيل. فكويس، يعني أكثر شيء الأغلب هذه اللي هو الفايروول راح يركز عليه. جميل، أيضا عندنا موديلات جدار الحماية ASA تابع، هذه بعد إصدار من إصدارات الـ ASA اللي هو 5525X. زين، وهني أيضا في أجهزة تابعة، يعني زين عدة تفاحات راحت على بس صور، فحلو. زين، موديلات مركز البيانات للشركات. زين،
عندنا هذه اللي هو 5585 وزي كذا عموما. فبدأ بعدين يحطون الـ SSP بعدين 10 بهالشكل في أثناء الصناعة. أيضا عندنا الـ ASA Surface Module. زين عندنا ميزة جدار حماية ASA المتقدم. حلو هني سنجل مثلا ASA Device. زين تقسيم ASA الواحد إلى عدة أجهزة وهمية تسمى Security Extext. شو القصد من هالحاجي يا شباب؟ هل عندكم تعليق على هالحاجي بحيث إنه يوصل حق الجماعة الآخرين فكرة معينة أو شيء من هالقبيل؟ شو رأيك يا حبيب؟ شو رأيك يا محمد؟ Security Extext هو يقول إن جهاز واحد يقسم مثل الهارد ديسك تقسمه إلى أقسام. يسمى القسم يسمى Security Context. فهمت. يعني هذه كله مو جهاز واحد ولكن مثل الهارد ديسك تقدر تقدر مكتوب فوق عندك Single Device ASA. قسمه إلى بس يقسم إلى لأنك راح كل جس كل قسم راح يكون عليه إعدادات خاصة. فهمت. مكتوب تحت أتوقع. كل قسم يحتوي على إعدادات أمنية مستقلة. أيوة. إيش كل context is a independent then device with its own security policy, interfaces and administrators. then يعني يحتوي على اللي هو الإعدادات أمنية مستقلة ومنافذ مستقلة وأيضا مسؤول يديرها. يعني كل واحدة لها مسؤول بحده. then administrators يسمونه. زين انترفيسز هذه اظنتي اللي هو منافذ. زين وبالنسبه حق السكيورتي بوليسي اللي هي هذه الاعدادات الامنيه. زين في احد علق يا شباب عندكم تعليق معين؟ الاسئله دي الاسئله وصلت الاسئله حبيب جزاك الله. في جزء تقريبا ده خاص بالاي اس اي وفي جزء من اللي أخذناه عن ما أدري إذا في شغلات ما بي. هذه الأسئلة مهمة يا شباب. زين راح أحطها لكم في وصف الفيديو وتعتبر من الأسئلة الهامة ممكن راجعها. رغم أن هي كثيرة ها حبيب كم عددها؟ لا ده 24 سؤال ده خاص بالASA. جميل جدا روعة. يعني في احتمالية كبيرة أن الأسئلة تجي من هنا. زين فلابد أن احنا نركز على هذه الأسئلة يا شباب. زين ممكن انا اخلي لها فيديو مستقل او ان احنا اذا خلصنا ده نحاول ان احنا نراجعها على السريع. طبعا ما في اكزامبل له اكزام ولا في اكزام لا ادري والله ارجع خلني ارجع اليوم في اكزام لها في لا اكزام بس ممتاز ممكن ان احنا نسوي اكزام لها. زين بحيث ان هي ترسخ المعلومات عندنا. هذا حق شنو ولا هذه حق الاي اكس اي هذا الاي اس اي. زين كم سؤال؟ 24 حلو. زين فهذا راح تنفعنا كثيرا مشكور حبيبي. بس مشكلة في معلومات غريبة علينا فممكن يعني في سؤال عن 5506 هو تركيزنا كله على 5505. والله ما أدري ما تدري يعني بس تتوقع مختلف ذا الموضوع. كيف مختلف؟ ما بننزل تحت شوف ما أدري والله ما علي. عموما إحنا نراجعها لا أكثر ولا أقل. نعم والأفضل إن إحنا بعد نحطها في عين الاعتبار يعني نحطها كإضافة في احتمالية إنها تجي منها يعني أسئلة فلابد إن إحنا نحطها في عين الاعتبار ونركز عليها وحتى نراجعها قبل الاختبار. زين ما تدري لعلها تجي في الاختبار فما تتحسف رغم إنه ما يعني بالتأكيد ما راح تجي أسئلة واجد منها بحكم ان الاستاذ هو اللي جمع اصلا المنهج عرفتوا شلون. فعلى اي حال راح نحفظ هذه اللي هو الرابط ونرجع لها في حاله الضروره. طيب تقريبا في اوامر كثيره او شيء له علاقه بالعمل بالعمل كثير ما علي نشوف نشيك عليها. طيب السؤال عن تي سي بي عن فهمتك خيرا ان شاء الله. طيب الحين خلونا نستمر في هذا المنهج. زين
هنا عندنا ميزة جدار الحماية ASA المتقدم. الميزة الأولى كل كونتكست عبارة عن جهاز مستقل يحتوي على إعدادات أمنية مستقلة ومنافذ مستقلة ومسؤول المستقل المفروض. ميزة جدار حماية الذي تابع زين. هلا يا شباب تقرأ إنجليزي بس حبيب فضل. Each context is independent device with its own security policy interface and administrator. يلا طيب الآن عندنا ميزة جدار حماية المتقدم تابع زين. لو نلاحظ هنا يجب تطابق كل الجهازين من نظام تشغيل ورخص وذاكرة ومنافذ والكروت الإضافية SSM. شو القصد هني بس ممكن أحد يعرف أكثر مني هني في هالحكي. هذه نوعيته برايمري أكتف. برايمري أكتف اللي هو الأساسي زين إنه تم تفعيله. وعندنا سكندري. سكندري هو الثانوي زين الإضافي زين ايضا اللي هو لا يكون ستاند باي ما يكون اكتف. كلمه ستاند باي ايش معناته بالعربي؟ يعني وضع الاستعداد. كذي وضع الاستعداد يعني في حاله الضروره يعني بس يعني اذا احتاجه اذا ما ضبط ذاكي يكون هو. اذا هنا يسموه تعليق مثلا في جوجل عموما يكون فض على وضع الاستعداد ستاند باي زين. هني يكون الان فايل اب فايل اوفر. شنو معناته فايل اوفر؟ فايل اوفر لايك لايك مثلا لينك زين. ايش معناته هالحكي؟ فلو اوفر تقريبا دي ولا فايل اوفر فايل او فيل اوفر فيل اوفر يعني فيل فشل او كذا ممكن لها علاقه بالفشل. هو لها علاقه يمكن تجاوز الفشل. فايل اوفر تجاوز الفشل. شو القصد تجاوز الفشل؟ والله ما ادري. عموما شكله اذا 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 صار في شيء فشل يمكن هو اللي يتجاوز البن بالاي بي عذرا ما ادري والله زين. على اي حال خلينا نشوف يجب تطابق كل الجهازين من الاكثر يعني شباب شلون الاكثر اذا جاء مثل كذا صور لازم تفهم ما تحفظ. حلو تفهم شو صار. اذا انت فهمت ايش صار فممكن تشرح لنا لانه والله احنا ما نعرف في الشبكات اي شيء. لا هنا ما ادري انا ما فتحت شيء بس اقول لك يعني اي ما عليه. حاول اذا عندك فكره مثلا كيف ان احنا يعني كيف ان احنا نفهم هالقصة بعرف يعني ممتاز انك تعلمنا لان احنا في الحقيقة ما ندري والله ما نعرف. احنا تخصصنا برمجيات فنعاني اصلا ويا الشبكات بس نحاول يعني عرفت شلون. فما عندك اي مشكلة اذا عندك تعليق محمد احنا راح نسمعه يعني. هنا اتوقع يجيب سؤال اتوقع انه يجيب سؤال يقول لك شنو الهاي هو أفضل أبلتي لتوحة العالية أفضل يجيب لك خيارات يجيب لك خيارات من ضمنهم دول اللي هو بوث يكمل بلاتفورمز ماست بي عرفت بوث شن بوث يعني لتحت بوث بلاتفورم ماست بي لتحت يسار هذه اي لتحت بالانجليز بالانجليز اي اي بوث بلاتفورمز موست بي هلو انا اقول لك اتوقع يجيب لك شنو هاي ان سوفت وير. لا هو هنا كان قاعد يتكلم عن انواع الاي اس اي حلو يعني الاول عطانا فيرتشوال ASA هنا هاي availability اي فممكن يجيب لك شنو الهاي availability ويقول له هذه هذاك شرح له. شو القصد بان هاي availability تاحة عالية ما ادري والله زين يعني
وجود جهاز احتياطي لما يتعطل واحد يكون فيه جهاز ستاند باي اذا هو جهاز اضافي عموما. زين طيب نقراها بس عشان الشباب ترسخ في بالهم. يا شباب بوث بلاتفورم ماست بي ايدنتيكال اند سوفت وير لايسنس ميموري اند انترفيس انكلودنج ذا سكيورتي سيرفيس مودول اس اس ام. جميل جدا. ني عندنا ميزة جدار الحماية نقول له هو التحكم في الصلاحيات الأمنية عن طريق اسم المستخدم أو المجموعات عوضا عن استخدام عنوان اي بي ادرس. هذا نوع جديد له ايدنتيتي فايروول. اها اي صحيح ايدنتيتي فايروول اسمه جدار الحماية بالهوية اسمه. زين ايوه حبيبي تفضل بالانجليزي واذا في شرح مفصل ممكن تقول لنا محمد. Control and security policy mechanism by allowing user or group to be specified in place or source IP address. نبي حن ميزة حق ذا Identify firewall. ايه حلو حبيبي. محمد عندك تعليق على ذي الصورة شرح لها تحاول انك تفهمنا بعض الاشياء هنا؟ اتوقع استخدام المجموعات اللي هي الاوبجكت. حلو شوف هنا التركيز للمجموعات وعوضا عن استخدام عنوان اي دي اي بي ادري. اي هذه مثلا مايكروسوفت اكتف دايركتوري هذه زين. فالاكتف دايركتوري راح يدخل في الاي اس اي معناته لا علاقه. ايضا عندنا هنا الاي دي ايجنت. شو اسمه ذي الاي دي اجنت يا شباب؟ انا ما اعرفه حقيقه. ايش اسمه؟ اي دي اجنت اكتف دايركتوري اجنت. اكتف دايركتوري حتى هو اي والله اكتف دايركتوري اللي هو الاجنت. بس شنو هذا الاكتف دايركتوري اجنت؟ انا اعرف الاكتف دايركتوري عميل يعني او ممكن منسق او عميل او عامل او موظف. إني مكتوب إنه عامل زين. Active Directory هو خدمة اللي هو ويندوز توفر تعريف مستخدم شفاف للشبكات المستندة إلى ويندوز Active Directory. واضح اسمه قصدهم شفاف. واضح إن بياناتهم واضحة أو شيء من قبيل. عدل متعودة حق الـ ASA وهني السيرفر مثلا راح يرسل له. فعموما الكلاينت ما راح يمر مرور الكرام لا لازم يمر من الـ ASA الواضح. بس ليش حط سهم ثاني هني يقدر يمر مباشرة الى السيرفر؟ ما ادري والله عموما يمكن ان احنا غيرنا الصلاحيات او شيء. عموما خلنا نروح نقرأ زيادة. التحكم في التهديدات ASA Threat Control. زين هني مكتوب شنو هذا؟ هذه الأجهزة حق شنو؟ ABI 5540 5550. اي بس هني شنو اسمهم ذي ذي انسرب Advanced Inspection and Verification. الفرق بين Inspection والDerification بريفيشن مانع الانسبكشن اللي اخذناها كذا مره شن هي الفحص الفحص المتقدم والوقايه. زين اكتف ادفانسد انسبكشن اند بريفنشن ادفانسد انسبكشن اند بريفنشن ادفانسد انسبكشن اند بريفكشن. زين عندنا هذيل الاجهزه بس ما ايش قصتهم ما ادري ما اعرف حتى اسمائهم. زين عمو خلنا نقرأ اللي تحت. Protection against tens of thousands of unknown exploit. They also protect against millions of other known unknown exploit variants using specialized IBS detection engine
and thousand of signature. حلو. الحماية ضد عشرات الآلاف من برمجيات exploit المعروفة. في شيء برمجيات اسمها exploit الواضح ومعروفة هي. كما أنها تحمي أيضا من الملايين متغيرات الاستغلال الأخرى. زين. غير المعروفة باستخدام محركات اكتشاف IBS المتخصصة وآلاف التوقيعات. زين. هذا ال يعني هنا تقريبا نركز عليه استخدام الـ IBS في الحماية. الـ IBS في الحماية. Detection. إيش using specialized IBS. Specialized. ممكن لازم نقول specialized. صح. الـ IBS يعني الـ IBS مرت علينا IB أو إيش. IBS. والله ما أدري. لا طلع لي International Programs School دخلنا فيها. What is هذا هو Instruction Prevention System نظام كشف التسلل عرفته اسمه بالانجليزي Intrusion Detection System Intrusion Prevention System Intrusion Detection IDS و IBS و ذكرت اي صح اللي اخذناه عند استاذ زكي اخذناه عند استاذ زكي صح مزبوط IBS و IDS ذكرناهم صح مزبوط Intrusion Detection System و Intrusion Prevention System اي صح استعراض جدار الحماية في تصميم الشبكة Review of Firewalls and Network Design زين برمت اللي هو Traffic المقصود برمت Traffic برمت مسبوح أو يعني غير اي صحيح حركة المرور المسبوح بها زين اي هذه التجربه ال 50 و بس بيقول لك هنا صفر اي صفر و50 و100 هذاك اللي هو السكيورتي ليفل من صفر ل 100 اي بالضبط هني زون بيست بوليسي فاير وول اللي هو زد بي اف زين وعندنا الكونتكست كونتكست باست اللي هو اكسس كنترول CPAC ما أدري شو الفرق بينهم ذي ذي ما أدري ما هو كاتب شيء بس ما أدري شنو ذي أصلاً خلنا نقرأ عنهم نروح فيها بكرة الكونتكست اللي هي اللي مرت علينا في البداية كونتكست يعني اللي هي اللي يقسم من ذاك صرت كونتكست في شروحات لها هني بس ما نقدر 15 دقيقة إذا بتخلص علينا الفيديو نبقي تعريف لها عامة ما جاب لنا جوجل قريبة أردت أن نجيب لنا التعريف مني موجود في ويكيبيديا في ويكيبيديا بس ما نقدر في ويكيبيديا خلنا نشوف التعريف اللي يمكننا يقنينا جدار حماية السياسة المستند إلى المنطقة زين اللي هو حماية البوليسي المستند إلى المنطقة وضع التكوين الجديد الذي يتم فيه تعيين الواجهات لمناطق الأمن يعني هذا اللي جرنا في وين في الاختبار ذي صح هذا اللي جرنا في الاختبار اسمه زد بي اف ويتم تطبيق نهج جدار الحماية على حركة المرور التي تنتقل بين المناطق زين فيكون الحماية بين اللي هو حركة المرور اللي تنتقل بين المناطق نفس اللي أخذناه احنا في الاختبار تماما الاختبار العملي زين خلينا نشوف الثاني طيب اسمه زون بيست على الحبيب نطقية بوليسي فاير وول اللي هو زد بي اف زون بيست بوليسي فاير وول ايوه هذا اللي أخذناه في الاختبار اللي هو زون بيست اللي هو بوليسي فاير وول ايه Zone-based policy firewall, ZPF. Zone-based
بوليسي فاير وول، جدار حماية السياسة المستند إلى المنطقة. وعندنا النوع الثاني ما أدري يمكن ما أخذنا النوع صح؟ نشوف تعريفه في جوجل عشان نحن نحفظه. هلو هني موجود. يعد التحكم في الوصول في الوصول إلى المستند إلى السياق إحدى ميزات برنامج جدار الحماية، والذي يقوم بتصفية حزام TCP و-UDP بذكاء بناء على معلومات جلسة بروتوكول طبقة التطبيق. حلو في الابليكيشن اللي هو لايا. حلو يمكن استخدامها واستخدامه للشبكات الداخلية والشبكات الخارجية والشبكات الداخلية ايضا. زين بس ما ليش كرر مرتين. حلو حلو تعريفه ولا تحس قامض حبيب؟ التحكم المستند الى المستند الى السياق يسمونه context access based bust صح اسمه كذي control صح حبيب كذي النطق صحيح context access based control ايه based control. زين اللي هي هني يقول لك توفر قوائم التحكم بالوصول الى access list. زين ترشيح حركة المرور والحماية لطبقة النقل، بينما من ناحية أخرى CBAC. زين طيب ما أدري شنو وضحت هذه ولا لا. عموما خلنا نشوف اللي هو اللي يليه. شنو هذا حبيب؟ Trusted Network غير موثوقة. الغير موثوقة شبكة غير موثوقة. أيوة الشبكات غير الموثوقة. زين اللي هو Untrusted اللي هو Network. وعندنا Denied the Traffic غير مصرح لهم الشيء. ايوه حركة الإشارات غير مصرح. ايه رافض اللي هو حركة المرور. وعندنا Security Level مستوى الأمان من 0 إلى 100. شكل واضح لها اسمين ذي صدق حبيب ولا ليش حط ذي الشرطة؟ يمكن لها اسمين بس ما اعرف والله ممكن يكون. عندنا هني اللي هو الفاير وول او الاي اس اي فاير وول مودز اوف اوبريشن. حلو اللي هو عندنا وضع الوضع الشفاف، وعندنا شنو اللي هو وضع التوجيه. حلو ممكن حبيبي توضح لنا بعض الاشياء ممكن انتبهت عليها اثناء الشرح. هذا الاوضاع حقت الاس ممكن يكون مود راوت او ترانسبيرنت مود. اها حلو. فكل واحد له ميزاته. شو الفرق بينهم؟ هذا قال طالع شو العيوب لا يدعم اليمين اللي على اليمين يقول لك العيوب لا يدعم بروتوكولات توجيه ديناميكي. ديناميك راوتنج الشبكات الوهميه في بي ان وجوده الخدمه كيو او اس وترحيل خادم المضيفات دي اس سي بي ريبلي. هذا اللي هو اللي على اليمين ده ترانسبيرنت مود. اي فهمتك. اما الثاني يمكن في هذا الوضع عمل تحويل العناوين نات بين الشبكات المتصله. زين النات هذا اللي اخذناه يعني هذا يعني الراوت هذا اللي اخذنا اللي على اليسار اللي طبقناه. هذه اللي على اليسار اللي طبقناها اللي هو الراوت مود راوت كان بيبرفورم نات بتوين كونكتد نتورك لاير 3 انترفيس. لاير 3 انترفيس هذا لاير 2. زين الحين شو اللي مقصود من ذا لاير 2 ذا لاير 3؟ هذا يشتغل على لاير 2 وذا على لاير 3 الواضح. ايه بس ليش ما ادري يعني الوضع الشفاف اللي هو ترانسبيرنت مود يشتغل على اللاير 2 يا شباب، بينما اللي هو الراوتد يشتغل على اللاير 3. ممكن نجيب هذا السؤال معنا زين يا شباب. زين هني مثلا مكتوب لاير 3 انترفيس. زين يمكن في هذا الوضع عملت تحويل العناوين نات بين الشبكات المتصله، بينما هني اتوقع من عيوبه انه ما يستطيع ذلك. اقرا حبيب هذه بس لها انت.
اتوقع هذا نفس ذا دارك ذا دروباك انكلود نو سبورت فور دايناميك راوتينج بروتوكول اي بي ان كيو اس اور دي اس بي ريلي. عرفت يا شباب ما يدعم لا الراوتينج بروتوكول ولا في بي ان ولا كيو او اس ولا دي اتش بي اللي هو ترانسبيرنت مود. ايوه هذا الترانسبيرنت مود. ايوه صح. هني ايضا هذا الكلمة ركزوا عليه لانه بيجي الاختبار بالانجليزي. فدرو باكس معناته عيوب صح حبيب؟ تقريبا داركو باك. ايه دراو باك انا كاتب عيوب ممكن ترجمته. ايه هذا ترجمته عيوب يعني دراو باكس اذا جات لكم معناته عيوب. حلو. فهذا من عيوبه يعني اذا جاء صح وخطا او شيء هذا من عيوبه يعني. زين يكون احط لكم كلمه ثانيه غير دراو باكس وتحطون ترو وهي فولس في الحقيقه بهالشكل. اوكي فركزوا على ان هي هذه اللي هو ترانسبيرز بيرنت مود. حلو. هني الجدول دي ما ادري ايش قصته. ASA licensing then requirements. زين اتوقع هذه متطلبات اللي هو الليسنس صح؟ متطلبات الرخصة. base license spec اسم ذي نخلي جوجل ينطقها specifics زين ننطقها الأستاذ دائما والله كلام واجب على VPN license VPN license فيها. أنا ما أدري إيش قصة الجدول فما أدري تتذكر شيء عن الجدول حبيب ولا نعدي؟ ما أتذكر إذا ركز على شيء هو في ذي ما أدري. زين أيوة أنا هني عندنا نفس الشيء اسمه license requirements هذا المتطلبات الليسنس. فما أدري والله هنا هل راح يجي سؤال على الشيء ما أعرف ولا نعرف. security plus license specifics زين اهم شيء تعرف ان هذا حق الليسنس. ما اتوقع في معلومات ثانيه اشوف انها اي والله ما ادري والله حقيقه. هني ايضا عندنا شو اللي هو الامر شو فرجن بيرسون الفيرجن اللي هو كوماند اوتبوت زين هذا اتوقع اذا ضغطنا شو شو فيرجن يطلع لك حق يطلع لك راح يطلع لنا هذه المعلومات اللي هي اتوقع موجودة في الرخصة اصلا ولا يمكن موجودة في الرخصة ما ادري والله اذا موجودة حقيقة. طيب موضوعات اعدادات ASA الاساسية نظرة عامة على ASA 5505 عندنا ASA 5505 فونت بانل هذا هو شكله من الأمام ما أتوقع بيجي يسأل هذا الشيء. وعندنا جميع المنافذ اللي هو تعبر اللاير 1 اللاير 2 يمكن يجيب سؤال هذا الشيء إن ASA 5500 اللي هو لاير 2 حبيب ممكن لأن كل دراستنا على 5505 ايه خلنا نركز على الشغلات اللي لها علاقة على 5505 ايه فانتبهوا لو جاء لكم هذا السؤال مثلا الـ ASA 5505 هل هو Layer 2 ولا Layer 3؟ لا نختار Layer 2 واضح يا شباب؟ ممكن يجي هالسؤال ممكن. زين نظرة عامة على الـ 6 مثلا 6X طبعا يقول لك 6X هذا شكله من الأمام. زين هني اسمه قاعد يقول الـ interface are routed and require IP address كلها تتوجه وتحتاج IP address. يتم توجيه جميع الواجهات وتطلب عناوين IP زين بالنسبة حق 5506 هالشكل ترى مكتوبة الترجمة تحت بس اي والله صايرة على الراوتر ولا بواضحة مني اي والله موجود اسمها ما بواضحة ابدا اي تحتاج مكتوب هنا شيء مهم ترى انها تشتغل على لاير 3 ركزوا عليها يعني معناتها ذا
من نوع شو اسمه اللي اخذنا النوعين ترانسبيرنت وش اسمه الثاني وراوت يعني ذا من نوع راوت وذاك من نوع صحيح ودل على ذلك راوتد شوف مكتوب راوتد صحيح وذاك من نوع ترانسبيرنت يعني هذه ترانسبيرنت زين بينما الثاني اللي هو راوتد يعني لو نرجع حق الدرس اللي فوق بيتبين لنا ذلك ان هني مثلا اللي هو يقول لك ان هذه ما يوجه بينما هذه يوجه واضح ايضا يقول لك ان هذه يشتغل على الطبقه الثالثه بينما هذه يشتغل على الطبقه الثانيه فصحيح اللي هو 505 اللي هو يشتغل على ترانسبيرنت مود اما اللي هو الطبقه السادسه او عذرا 506 لا يشتغل على اللي هو الراوتد مود جميل فانتبه على هذا الشيء جدا مهم لإعادة الجهاز اضغط على زر إعادة التشغيل ريست لمدة 3 ثواني ممكن لإعادة تهيئة الجهاز طيب هنا مكتوب the default تفضل حبيبي اقراه The default DRAM memory is 4 gigabyte which is considerably more than the 512 megabyte of the ASA 5505 It's also include 8 giga of flash compared to the ASA 5505 122 megabyte الافتراضية هي 4 جيجا افتراضيا يجيك 4 جيجا بايت زين اتوقع ذي الرام اتوقع زين لا والله مكتوب دي رام وهي اكثر دي رام ذاكرة كما انها اكثر واحدة في الدي رام هي اللي هو 506 واضح كما انها تتضمن ASA 505 بكثير زين شكلها تتفوق مو تتضمن زين من 512 ميجا بايت من اللي هو خلي اروح على جوجل افضل من ناحيه القراءه لانه هو يخلي اليمين يسار واليسار يمين فعندي مشكله في الدايركشن ذاكره دي رام زين الافتراضيه هي 4 جيجا بايت زين وهي اكثر بكثير من اخذ اللي هو 512 ميجا بايت زين وين 512 ميجا بايت موجوده في اللي هو الاي اس بي 505 زين كما انها تتضمن 8 جيجا بايت من فلاش زين الفلاش تقدر تحط فلاش سعته 8 جيجا بايت يا حبيب زين مقارنه بشنو 505 اللي كان ما يتحمل الا اللي هو فلاش سعته 128 ميجا بايت واضح الشرح ولا احتاج اعيد حبيب تمام واضح ها ان يعني ممكن ان هني مهمه بعض الاشياء يعني مثلا ان هني الذاكره دي رام وليست رام زين افتراضيه هي اللي هي 8 جيجا بايت نعم لا عذرا 4 جيجا بايت زين فاللي هو 506 الذاكره مالت الدي رام زين سعتها 4 جيجا بايت وهي اكثر بكثير من اللي شنو 505 كم حجمها يا حبيب 512 ايوه 512 ميجا وليست جيجا ميجا بايت زين اللي هي 505 ايضا اللي هي ال 506 فيها اللي هو مدخل حق الفلاش مدخل الفلاش هذا تقدر تدخل فيه ذاكرة سعتها 8 جيجا بايت زين طيب 505 كم الذاكرة اللي ندخل فيها حبيب 128 ميجا ايوه احسنت فهذه المعلومات جدا مهمة يا جماعة زين علينا ان احنا نفهمها لان في احتمالية انها تجي في الاختبار زين مستوى امن ASA ASA security levels زين يعني في مستويات اتوقع حق الامان صح من 0 الى 100 نفس اللي جينا في الاختبار اجل زين راح يكلم
خلنا نقرأ هذه العبارة عشان إنها هي تساعد الجماعة. تفضل حبيب. The security referral number range from zero and trustedly and truth to three to mere very truth. تعودنا على شو اسمه تراستر وأنا تراستر شو الكلمة هذي؟ أي والله تراست وورثي غير موثوق وموثوق صفر غير موثوق ومية موثوق كذي يعني خلنا نقرأ الشرح أيضا العربي. تتراوح أرقام مستوى الأمان من صفر إلى مئة. زين الصفر غير جدير بالثقة، زين اللي هو غير موثوق يعني، زين بينما المية جدا جدير بالثقة جدا، حلو كلش موثوق يعني 100%. خلاص عرفنا. فهذه الأشياء المهمة هنا. طيب هذه المعلومة أتوقع أنها رسخت في بالنا بحكم أن احنا اختبارنا اختبار العملي. جيد. Security Level Control مراقبة مستوى الأمان. عندنا Networks Access، زين هني أتوقع أنه حاط جزء من هذه اللي هو Network Access Same Security Level، صح حبيب؟ same security level نفس المستويات الأمان. كيف نفس مستويات الأمان؟ هذه شلون نشرح؟ ما فهمت. عموما عندنا هني خلنا نحفظها حفاظي. security اللي هو level control، عندنا اللي هو network access، وعندنا inspection engines، وعن application filtering. حلو application filtering وتتضمن اللي هو network access same security level، نفس اللي هو security level. ما ادري ايش معنى هذه حقيقه. inspection اللي هو جهاز فحص تقريبا، جهاز فحص او ايش انجين او محركات تفتيش. محركات تفتيش اي انجنز معناته محركات معروفه. شنو هذه محركات التفتيش؟ خلينا نشوفها. عندنا ايضا الابلكيشن فلترنج، اتوقع هذه اللي هو شنو المحركات الابلكيشن فلترنج. خلينا نشوف هل يوجد تعريف معين. يراقب محرك الفحص حركة المرور بين مجموعة من خادم واحد، زي بين مجموعة من خادم واحد أو أكثر، ومجموعة من عميل واحد أو أكثر باستخدام بروتوكول قاعدة بيانات محددة. زين بس ما أدري إيش اسمه ذا. ممكن هني مثلا هالفيديو يوضح لنا شيء، ما أعرف والله. يجيب لنا حق طيارات وحق سيارات وحق أشياء غريبة عجيبة، ما أدري والله. على أي حال خلنا نحفظها كما هو. أيضا هنا عندنا الابليكيشن فلترينج، زين كل هذه تحتوي على اللي هو السكيورتي ليفل كنترول. خلنا نشوف. زين تصفية التطبيقات هي أكثر مستويات التصفية تعقيدا التي تقوم بخدمة جدار الحماية، وهي مفيدة بشكل خاص في حماية الشبكة من أنواع معينة من الهجمات مثل أوامر SMTP الضارة أو محاولات اختراق خوادم DNS المحلية. حلو حبيب، هذه فائدة الابليكيشن فلترنج. حلو توضع بهالشكل مثلا بهالجهاز في الخوادم. زين جميل. خلنا نشوف الان نكمل. خلنا نستهدف اليوم الى 25، واضح راح نستهدف الى 25 ثم ننهي هذا النقاش ثم نرجع بكرة ونكمل الباقي. اوكي حبيب. اوكي جيد. الان اللي هو خلينا نشوف بعض الاشياء هنا. مثلا مستوى الامن سكيورتي ليفل قلنا يتراوح من صفر غير موثوق الى 100 موثوق جدا. حلو
خلها 28. ليش؟ لان اللي بعدها كلها صور من العملي. يلا ما عندك مشكله 28. يعني اللي بعدها ما راح يحتاج وقت. اها وين كنا؟ في احنا كنا هني ولا كنا هني؟ كنا هني. زي خلينا نشوف اللي بعدها. عندك تعليق على هذه الصوره ولا نمشي؟ إذا أنا خلاص مستوى الأمان من 0 ل 100 وسكيورتي ليفل كنترول نتورك وانكسبكشن ابليكيشن. وهذه الزونز اللي احنا خدناها، يعني عندنا هذه الزون يسمونها الاوتسايد نتورك، وهي اللي هو مستوى الأمان فيها 0. زين ايضا الانسايد 100. اي هذه سويناها في الاختبار يعني. زين وهنا عندنا اللي هو الانسايد، هذا هي محل الانسايد اسمها انسايد نتورك. الانترفيس مالها بيكون انترفيس نيم راح يكون انسايد، والسكيورتي ليفل المفروض انه يكون 100. واخر شيء عندنا منطقه الدي ام زد اللي احنا اخذناها في العملي، حتى نسيت تعريفها لو دي ام زد او معناتها. زين اللي هو انترفيس نيم دي ام زد، والسكيورتي ليفل راح يكون فيها 50 على سبيل المثال، ممكن نخليها 70، ممكن نخليها 80، نقدر نخليها اي شيء، ولكن هني حاطها على سبيل المثال ان هي دي ام زد اسمها. زين هذا دي ام زد. زين خلنا نشوف اللي هو معناته. اي عند منطقه منزوعه السلاح هذا اسمها. زين حلو يا شباب. خلنا الحين نرجع. عموما سيناريوهات تركيب الـ ASA 505. ASA 505 deployment شو اسمه ده حبيب؟ deployment in small branch. Sensors. ASA deployment in small branch. مدمج أو إيش؟ أو مفعل. هذا اللي فوق السن. إيه سينيا سيناريو. سيناريوز. هذا حق السيناريو. إيه سيناريوهات صح. زين. ASA deployment in a small branch. تركيب اللي هو ASA في فرع صغير تكون بهالشكل. هذا الفرع الصغير صح ولا ذي؟ وين الفرع الصغير الحين؟ out في lan to. ممكن هذا تركيب صغير مهروض اليسار. شلون؟ عموما هني يكون الهواتف ويا الكمبيوترات في VLAN واحد في الانسايد. زين في الدي ام زد راح يكون عندنا الويب سيرفر. زين اذا كانت في اللي هو فرع صغير. الاوتسايد راح يكون في الانترنت. زين وراح يشتغلون كلهم على لاير 2. زين ما احنا راح نستخدم 505 خلاص مباشره لاير 2. يعني لا يجيب لكم مثلا صوره بقول لكم دي وين نشتغل في لاير واحد ولا في لاير ثري ولا لاير. خلاص 505 مدولة قال لك 505 مباشرة لا تفكر معناته لاير تو. زين هني بالنسبة حق التركيب الـ ASA في منشأة صغيرة ASA deployment in a small business. زين راح يكون عندنا الـ outside VLAN 2. زين security level. بعدين يكون عندنا الانترنت هني. طبعا هني ما قاعد يسألك شنو المستوى الذي، خلينا نشوف بعد شوي شنو إجابة السؤال. ايش رأيك سكيورتي ليفل في المنشآت الصغيرة كيف بيكون في الانترنت؟ سكيورتي الاوتسايد صفر. صفر المفروض ها؟ ايه صح. الاوتسايد صفر الانسايد 100. مباشرة ها. بس ما في هني منطقة منزوعة السلاح مش موجودة. ممكن اللي هي الموزوعة سلاح اللي قال السيرفرات مثلا. اي ما عندنا هني السيرفر يكون الواضح انه هي في المنشأة الصغيرة ما مهم يعني صاير داخلي. لو تلاحظون الهواتف الورك ستيشن واللي هو الانترنت مثلا والنتورك برنتنج او برنتر. زين كلهم راح يكونون في الفيلان 1 في الانسايد وخلاصنا. هلو بهالشكل. ايضا هني عندنا سيناريوهات تركيب اللي هو الـ ASA 505 ASA 505 deployment scenarios. زين الـ ASA deployment in an
انتربرايز. زين انتربرايز ايش معناته حبي؟ من هو كاتب تحت في الشركات شركات بي اس اي بالشركات، بس ايش دخل انتربرايز؟ مشروع او شركه يعني، مشروع مشرع يمكن، ما ادري. مشروع طالع تحت مكتوب تركيب اي اس اي بالشركات، ترجمه حقت اللي فوق. اي بس غريب يعني، ليش اللي هو حط الكلمه؟ هل لها معنى اخر؟ كله يستخدم كلمات غريبه، حتى في عندك ايش اسمه شوف موجود شركات، انتربرايز. انتربرايز اول ما اسمع لها ما فاهم حتى معناته انا حقيقه. ممكن يكتبون لنا في الواتس الجماعه. هي وكالة أمريكية لتأجير السيارات. تجيب عموما ما علينا من هالحكي، خلنا ناخذ حكي وخلاص. عموما ASA deployment in an enterprise، تركيب ال ASA بالشركات. زين خلنا نقول الشركات الكبيرة دي. مثلا enterprise ممكن الشركات الكبيرة المقصودة بها. هو هني كاتب اقراها حبيب هذا الكلمة ما ادري ليش يختار هالالفاظ دي. كتبت مانجمنت، كتبت اداره، كتبت شيء. والله مقر الشركه هذا، مقر الشركه. والله اول مره اسمع هذا الحجم. المقر الرئيس للشركه هو جزء من هيكل الشركه الذي يتعامل مع المهام المهمه مثل التخطيط الاستراتيجي والاتصالات المؤسسيه والضرائب والقانون ودفاتر السجلات. نقدر نقول الفرع الرئيسي والتسويق والتمويل والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات. يتحمل مقر الشركة مسؤوليتها النجاح الشامل للمؤسسة ويضمن حوكمة الشركات. حلو حبيب، تمام تمام. عموما يسمون هذا مقر الشركة والفرع الرئيسي نقدر نقول حق الشركة. جميل. فهني في الفرع الرئيسي راح يحطون الـ ASA. جميل. وراح يحطون الأجهزة، بس معقول أن الأجهزة الموجودة في المقر الرئيسي مش محمية بالـ ASA؟ شلون ما تكون المفروض تحت الـ ASA قريبة؟ طيب عموما الفروع هذه شكلها الفروع اللي هو التلي كمبيوتر تقريبا أو كمبيوتر، شنو هذه؟ هذا أتوقع المنطقة شفت اللي فيها انترنت دي في الوسط. هذا تعتبر المنطقة الخارجية وذي الفروع، فأكيد كل فرع بيكون له. بس ما نبدأ كلمة تليكم عن بعد. تيليكوميوتر. تيليكوميوتر. كوميوتر. كوميوتر. ما أدري والله. اسمه كوميوتر ما أدري شو. العمل عن بعد. مثلاً يمكن حق العمل عن بعد ذي. المعروف كذلك بالعمل من المنزل أو العمل عبر الإنترنت، هو تنظيم للعمل يكون فيه الموظف غير مضطر للتنقل لمركز العمل كالمباني المكتبية أو المتاجر. الشخص الذي يعمل عن بعد هو الشخص الذي يعمل بدون عقود طويلة الأمد لجهة معينة أو شركة معينة. عموما هني هو الموظفين عن بعد الواضحة حبيب. كيف يربطونهم ب تقريبا شكله يقصد كذا، يربطونهم عن طريق اللي هو الـ ASA ويكون في IPsec. IPsec VPN. زين IPsec VPN بعدين يرتبطون بالانترنت بعدين. ليش طيب يكون عندهم ASA بعد في البيت؟ شوفها في البيت اكيد يكون عندهم شغلات حساسة حق الشركة، فما ادري يعني ما اتوقع انه يكون عندهم شيء جهاز. اتوقع يمكن يكون عندهم فيرتشوال. لا ما اتوقع يكون حاجه مضافه للجهاز او فيرتشوال. فيرتشوال يمكن ما اعرف والله. زين فعموما يسمونهم تيلي كمبيوتر. زين
فخلاص يرتبط اجهزتهم الورك ستيشن والاي بي وكل شيء يرتبط بالاي اس اي. جميل. تكوين جدار الحمايه اي اس اي اللي هو الاي اس اي، اي اس اي فايروول كونفيجريشن، هنا قسم جديد رحنا حق الكونفيجريشن اللي هو تكوين جدار الحمايه، هذا هو الكونفيجريشن اللي هني. خلنا نروح حق هذه، يقول حبيب ان هذه الاشياء خذناها في العملي. مقدمة في تكوين، لا خلاص انت خلاص من دي شو اي خلاص من هنا راح يبدا العملي، لذلك المره الجايه ما راح نبدا من هنا، نروح نخلص ذي قبل، لان ذي عملي معلومات مرت كلنا فاهمينها. نخلص اللي خلصنا ذيك وفي وقت رجعنا له. يعني بس ضروري الموديل الثاني ب 45 او 49 صفحه. اي ذاك اقل ترى، اقل بس اخر اصعب من ذا كله. خد من هنا الى انزل الحين انت على الصفحات كلها، خذ لك فرع كلها شروحات كلها في كلها صور. ها كلها صور من النظري من العملي. جميل. معناته مع في البث القادم راح اللي راح نسويه نحن راح نروح حق الملف الثاني ذاك، اتوقع من اصعب المعلومات اكثر مره اخرى، بس اهم شيء نحفظ الصفحه اللي وصلنا لها اللي هي صفحه 25 عدل، حيث نحن نجي ونقراهم قراءه. ايضا بدايه او نهايه البث القادم راح نعرج على اللي هو شو اسمهم اسئله سيسكو. اوكي يا حبيب. تمام. الان ننهي البث بس عشان اداء الصلاه باذن الله. حبيب راح يكون عندنا بث اخر على الساعه 9. اوكي على كم؟ 9 اذا عندك فرصه. 9 بحاول انا اذا صار عندي ازعاج ما بعرف اتكلم يعني. يلا شوف اعطي الوقت اللي انت تحتاجه، لان ما بسهر اليوم للاسف، ما بقدر اسهر. اكيد اللي عندك دوام ما بتقدر تسهر، فعطي الوقت المناسب بالنسبة لك وما عندك أي مشكلة. يعني إذا تبقي نقدم شوية ثمان حلو ما عندك مشكلة. إيه ثمان مثلا 7:30 إن شاء الله يكون عندي. إيه ممتاز خلاص على بركة الرحمن. على بركة الله. يعطيكم العافية يا شباب، شكرا جزيلا لكم على المتابعة، لا تنسون الإعجاب والاشتراك في القناة والمبادرة بنشر هذا الفيديو لأكثر الشباب اللي يحتاجونه. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم الصحة والعافية. شكرا حبيب. بالتوفيق، يعطيك العافية.